في بداية الوادي الأبيض تقع قرية الأبيض، وهي واحة غناء بأشجار النخيل، وتمتد على جانبي الطريق لحوالي كيلومترين. وقد كتب مؤلفو كتاب اكتشف عمان هذه المقدمة عن الوادي، فقالوا: إذا كانت هناك ضرورة لاختيار مكان واحد في عمان يكون نموذجا في الإثارة التي يلاقيها مستكشف السلطنة، فهو الوادي الأبيض. يتصف الوادي بخصائص منها سهولة الوصول إليه وتدفق مياهه على مدار العام، فهو بحق نهر ضحل دائم الجريان، وفي مواضع عديدة يعد الإنصات إلى رقرقة سيلانه مثيرا لسكون النفس. وأفضل وقت لزيارة هذا الوادي العجيب هو فصل الصيف، حيث لا تزال كميات كبيرة من المياه متبقية، ويمكن هنا مشاهدة علامات ارتفاع الماء على الصخور الكلسية البيضاء. تحف الوادي في مواضع عدة أشجار النخيل ونباتات برية كأشجار السمر ونباتات القصب. كما يزخر الوادي بالحياة البرية مثل أسماك البرك العذبة التي تتخذ سبيلها على فراش من الحصباء المدورة، شكلها جريان المياه عبر ملايين السنين. وعند ثلثي الطريق يتسع الوادي وتتسع البرك وتزداد عمقا. وليس من العسير إدراك معنى تسمية الوادي بالأبيض، فهو نسبة إلى صخور الجير البيضاء ومعدن الكلسيت الأبيض الذي ينتج منها ويغطي قاعه وضفافه الصخرية.